من عدن مراسل القاهرة الإخبارية إياد الموسمي معنا مباشرة. إذن أحييك إياد، نتحدث هنا عن هذه الناقلة اليمنية التي يبدو أن هناك تقدم في عملية تفريغ هذه الناقلة المسمى بصافر، فكيف تبدو تفاصيل عمليات التفريغ واستقرار الوضع هناك؟ مساء الخير حساني. في الواقع أنهت الأمم المتحدة الخطوة الأولى أو العملية الأولى من إنقاذ خلية زافر، والمتمثلة في فحص السفينة ويعني الاطلاع على حالتها من خلال فريق أممي متخصص، يعني وصل إلى مكان السفينة وأجرى الفحوصات اللازمة لهذه السفينة ومدى صلاحيتها. وهناك معلومات يعني نستطيع أن نوردها للقاهرة الإخبارية أن هذه السفينة ليست كما تحدث الكثير بأنها متهالكة جدا إلى الأخير، ربما أنها أفضل حالا من السفينة ناتيكا البديلة، هذا بحسب يعني مسؤولين يمنيين، أن السفينة لم تكن يعني بهذا الشكل المتهالك، فقط ينتظر استخراج النفط من هذه السفينة إلى السفينة البديلة التي لا زالت أيضا تؤكد لنا الأمم المتحدة قبل قليل أن السفينة البديلة ناتيكا لا زالت موجودة في جيبوتي، وبالتالي ينتظر يعني التقدم باتجاه المرحلة الثانية اللي هي مرحلة إفراغ السفينة وأيضا التصرف بكميات النفط الموجودة داخل هذه السفينة. المعلومات أن هناك يعني خطط أو فجوة لتمويل 28 مليون دولار بقيت تحتاجها الأمم المتحدة لإتمام عمليتها بإفراغ السفينة وأيضا تدويرها بحسب خطة الأمم المتحدة. بحسب أيضا المسؤول الإعلامي في المنسقية لشؤون الأمم المتحدة تحدث إلينا أن العملية ستتم خلال أسبوعين، لكن لم يعطينا معلومات مؤكدة ودقيقة متى ستتم المرحلة الثانية. قال سأبلغكم في الحال عند المرحلة الثانية، لكن المرحلة قد تستغرق أسبوعين فقط لنقل كمية الخام النفط. نعم. بعد قدوم السفينة ناتيكا البديلة من جيبوتي، وبالتالي تتم بقية العملية اللي هي التصريف بكميات النفط وأيضا تدوير السفينة صافر أو إبقائها أو تحركها إلى ميناء الضبة. أشكرك هذه التفاصيل إياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من عدن باليمن.